بالاضافه لامر السايز اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو قلنا بيجيب لنا طول وعرض وارتفاع، في امر اسمه لينث قلنا ده بيجيب لي مين، بيجيب لي اكبر دايمنشن. يعني مثلا لو اكس ايكوال 1 2 3 انا كده قلت له لينث اوف اكس، هيجيب لي التلاتة. اكس دي عبارة عن 1 رو في كولوم، يعني 1 3، اكبر حاجة مين هي التلاتة. تفرض خليت اكس كده سيمي كولون سيمي كولون، يعني اكس عبارة عن 3 روز 1 كولوم، قلت له لينث اوف اكس برضه جاب لي التلاتة. يعني لو عنده ميني دايمنشنز هجيب لي مين، هجيب لي اكبر واحد فيهم، بس انا معرفش هو مين، هو جاب لي واحد انا معرفش ده مين، ده يا ترى ده الطول ولا عرض ولا ارتفاع مش عارف. امر سايز بيجيبهم، لا لو انا قلت له سايز اوف اكس لا يبقى جايب لي روز كولومز، يبقى انا عارف سايز اوف اكس دي ممكن اكتبها كده او عامل كده زد 1 زد 2 يساوي سايز اوف اكس، يبقى زد 1 مين هي الاولانيه على طول عدد الروز، والزد 2 هي الثانيه عدد الكولومز. يبقى الامر لينث مور بريسايز، سوري الامر سايز بريسايز اكتر بكتير. يعني ايه بريسايز؟ يعني دقيق، بعرف هو مين الرو مين الكولوم ومين الدايمنشنز واحد واحد، اما الامر لينث بيجيب لي الكبير وخلاص. طيب عاوزين نتكلم دلوقتي على حاجه تانية اسمها الاندكسنج. لو انا قلت اكس ايكوال 9، ايه ده انا كتبتها 8 اصلحها ازاي؟ ولا حاجه، اقول له اكس تساوي 9 اوتوماتيك الاكس القديمه بيشيلها ويقوم حاطط الفاليو الجديده اللي هي مين؟ اللي هي 9. طب ماشي، فكده تصحيح الاكس لو الاكس دي او تغيير القيمه لو هي رقم واحد ما فيهاش اي مشكله. طب تعالى ناخده الاكس فيكتور. افرض مثلا كتبت الاكس كده، ايه ده انا عاوز اغير تاني اليمنت، انا عاوز اغير ال 8 دي اخليها 9، ممكن اخليها كده اكس اوف 2 مش هي تاني اليمنت، خليها لي كام؟ خليها لي 9، خلاص بقت 7 9 6. عاوز اكس اوف تالت وحده تبقى 95، اكس اوف رابع وحده تساوي 2، الله ما عندوش اكس اوف 4 راح مزود واحده تانيه، خليت اكس اوف 6 تساوي 2، الله ما فيش اكس اوف 6 راح حط اكس اوف 6 و2. طب واكس اوف 5 يجيبها منين؟ راح ماليها اصفار، راح ماليها اصفار. افرض عاوز اعمل اكس اوف اخر واحد، ممكن بدل اقول والله هم دوم 6 هي نفسها اكس اوف 6، ممكن اقول اكس اوف اند الاخيره، بدل ما اوجع دماغي اقعد ابص هو طوله قد ايه، لا اكس اوف اند وخلاص، غير لي اخر واحده وخلاص، خليها كام؟ خليها 4. تفرض عاوز اول واحده، محدش يقول لي اكس اوف ستارت هي اكس اوف 1، طبعا انا عاوز اول واحده هي اكس اوف 1، مش محتاج ايه يعرف حاجه اسمها ستارت، يبقى اند على طول هي مين؟ هي اخر واحده. فتغيير اي حاجه في الفيكتور سهله، مجرد ما احط الرقم وخلاص. افرض انا عاوز مجموعه معينه من الارقام، ممكن اقول له ان مثلا تساوي الاكس اللي هو الفيكتور اللي انا عامله ده، اقول له مثلا من 1 ل 3، يعني الان هي اول 3 ارقام من الاكس، هي عباره عن 4 9 95، ممكن اقول له اكس هي من 1 لحد اند، يعني كله بقول له هات لي اكس الايه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لحد الاخيره واحطهم لي في الان، هي ممكن اقول له اكس من 1 ل 5 هي الان، كل ده ممكن اقول له الاكس نقطتين كده لحد 5، بقول له هات لي اول اكس، مش دي 1 2 5 دي عباره عن قلنا معناها ايه؟ عباره عن 1 3 5، هات لي اول اكس وثالث اكس وخامس اكس وحطهم في الان. ادي اول اكس ادي ثالث اكس ادي خامس اكس وحطهم في مين؟ حطهم في الان. يبقى الاندكسنج بتاع الفيكتور اللي انا اخد جزء منه احطه في فيكتور تاني او اللي انا اخد رقم اغيره سهل. طب ممكن اعمل بالعكس؟ ممكن اعمل كده. الان هي الاكس اوف اند نقطتين ماينس 1 نقطتين 1. يبقى كده ادي الاكس والان عكس بعض ولا لا؟ 402 402 95 9 4 95 9 4. يبقى كده انا اقدر عملت ايه؟ عكست الفيكتور بمنتهى السهوله. طيب خلصنا كده الكلام عن الفيكتورز، مسكت الفيكتور غيرت فيه رقم او عملت جزء منه اخدته، واضح ان انا طبعا بما ان انا هنا ممكن اكتب الفيكتور زي ما انا عاوز، فواضح ان انا ممكن اعمل اللي انا عاوزه، اخدهم باي ستيب انا عاوزها، ممكن حتى اكتب هنا لين سبيس، ممكن اخد شويه ارقام، ممكن اعمل كده اكس اوف خامس اكس تاني اكس اول اكس، انا حر، هات لي خامس اكس الاول بعد كده تاني اكس بعد كده اول اكس.
خلاص بقى بحط الاكس بختار منهم اللي انا عاوزهم، الفيكتورز من الاكس بختار منها زي ما انا عاوز. طيب افرض الكلام ده كان 2 دايمنشن، يعني اكس تساوي 1 2 3 سيمي كولون مثلا 5 6 9. هل ينفع استخدم نفس الكلام؟ تعال نشوف دلوقتي. افرض انا عاوز اغير اللي هي التسعة دي، عاوز اغيرها. طيب التسعة دي هي عبارة عن مين؟ اه والله عبارة عن تاني رو تالت كولوم. عاوزها بكام؟ عاوزها بصفر اهي. عاوز اغير التلاتة دي خليها اتنين، اه الاتنين دي اول رو تالت كولوم، تلاتة خليها باتنين. عاوز اغير الستة دي اخليها سبعة، اه يبقى تاني رو تاني كولوم خليها كام؟ خليها سبعة. تمام. يبقى بغير اي element زي ما انا ايه عاوز. انا عاوز اغير رقم يبقى عندي رو كولوم، رو كولوم، ادي الروز اهي عندي 2 روز و 3 كولومز، كلام جنرال اي عدد من الروز والكولوم تقدر تغير. افرض عاوز اغير مجموعة ارقام على بعض، عاوز اغير اول صف كله مرة واحدة، يعني انا غيرت خلاص رقم واحد. افرض عاوز اغير صف كامل سواء الرو او الكولوم، ممكن اكتب كده x of ادي اول رو، انا عاوز اغير ايه قلنا اول رو يبقى رو 1 كوما. عاوز تغير مين في الكولومز كلها؟ انا عاوز اغير كولوم 1 كولوم 2 كولوم 3. طيب عندنا انت هتغير 3 ارقام، يبقى المفروض تدخل لي كام؟ المفروض تدخل لي 3 ارقام، فانا مثلا هخليهم 2 5 6 خلاص. بتقول له انت كده بالظبط، بتقول له دي اول خانه قلنا بتاعت الرو، بتقول له اول رو كوما الكولومز اني كولومز 1 و2 و3 اعمل لي فيهم ايه؟ خليه لي 2 5 6. فمسك اول رو اول 3 كولومز اللي هم اللي عنده اصلا خلاهم كام؟ 2 5 6. تمام. واحد يقول لي طب ما بدل ما اكتب 1 2 3 انت لسه معلمنا، ممكن تقول تكتب كده 1 نقطتين 3 وتخليهم مثلا يساوي 5 9 8. مظبوط. ممكن تخلي فعلا اول رو من 1 3 5 9 8 ده كده، ومش بس ده ممكن تشيل القوسين دول، ان مفيش غير بعد السيمي كولون مفيش غيرهم. صح. ده انت ما تلاقي بقى بدل قال لك طب ما هو كده كده انت عاوز تغيرهم كلهم، بدل ما تكتب لي البدايه والنهايه حط لي النقطتين بس وخلاص. مجرد ما تحط لي النقطتين افهم ان انت عاوز تعمل ايه، افهم ان انت عاوز تغير الكولوم كله. يعني انت رو 1 اول كولومز، النقطتين دي معناها بعض اول كولومز، اه يبقى ساعتها رو 1 اول كولومز يعمل كده. لو انا خليت مثلا رو 2 او خليه حتى رو 3 هيقوم زود لي رو 3 بالارقام اللي هي عندي. يبقى 3 مع رقم اه ده رو كولوم، ولكن لو انت عملت نقطتين ده معناه كل الكولومز، يبقى تالت رو كل الكولومز. طيب افرض انا عملت كده اكس اوف، جيت في الروز قلت له 1 و3، جيت في الكولومز قلت له 2 و3، ده معناه مين؟ طيب الرو 1 و3 ادي رو 1 وادي رو 3، كولومز 2 و3 ادي كولوم 2 وادي كولوم 3، مين هو الانترسكشن؟ اه ده وده وده وده. اه يبقى انا اول ما اضغط كده متوقع مين يطلع لي 59 و98 اللي موجودين هنا وهنا. ممكن اقول له دول بقى حط لي ارقام جديده، انا عاوز كام رقم؟ اربع ارقام على الشكل ده 1 2 3 4، فممكن احط له كده 2 3 سيمي كولون 5 9. اه يبقى خلاهم 2 3 5 9. ليه عملنا كده؟ عشان اغير مجموعه ارقام، عندي روز عندي كولومز بشوف الانترسكشن واعمل الكلام ده. طب عاوزين بقى نعمله حاجات ادفانسد شويه. خلاص كده انا غيرت رقم 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 بحط الرو كولوم، غيرت رقم مع مجموعه كولومز او مجموعه روز، غيرت مجموعه من الكولومز مع الروز بقى ارقام متفرقه زي ما انا عاوز. افرض انا عاوز اعمل بقى حاجه ادفانسد شويه، عاوز اخلي مثلا الماتريكس تلف. واحد يقول لي تلف ازاي؟ يعني بدل الروز، بدل الروز مترتبه مثلا 1 2 3 عاوز اعكسه، عاوز اعرف فاريبل واي هو عباره عن الاكس ولكن الروز مترتبه غلط او مترتبه 3 2 1 بالعكس. فبقول له كده واي هي الاكس، انهي اكس؟ الروز بقى ايه؟ 3 2 1 كوما كل الكولومز زي ما هي،
نقطتين فوق بعض. يبقى ساعتها عمل ايه؟ اه بيقول لك والله انت عاوز الواي هي عباره عن الاكس، تمام، عباره عن ايه في الاكس؟ تالت رو، تاني رو، اول رو او كولومز كلها معاك. اه يبقى الواي هو اول حاجه عباره عن تالت رو، بعد كده تاني رو، وتاول رو. ادي 15 7 15 5 9 اهي، بعد كده 5 7 0، بعد كده 15 2 3. افرض انا عاوزهم رو الاولاني، بعد كده التاني، بعد كده التالت، ولا حاجه. ادي الاولاني، بعد كده التالت، بعد كده التاني. اه خلاص ادي الاولاني زي ما هو، بعد كده التالت، يبقى 15، بعد كده التاني، تمام. افرض عاوز الواي بقى هي الكولومز بتاعت الاكس معكوس. اه يبقى الروز زي ما هي، نقطتين فوق بعض في الروز، يعني قصدي كل الروز، انا عاوز كل الروز مش مشكله. اجي بقى الكولومز ارتب اللي انا عاوزه، انا عاوزها كام؟ 3 2 1، ادي 3 2 1. اه يبقى الاكس فين؟ ادي الاكس اهي، ادي الاكس 15 5 15 جت هنا، 2 7 زي ما هي، 3 0 9 ايه؟ اتعكست. يبقى بدلت الروز او بدلت الكولومز زي ما انا عاوز. بدلت الروز او بدلت الكولوم زي ما انا عاوز. الكلام ده هيبان في الايمجز بالتفصيل الممل، هناخد اكزامبلز كتير جدا في الايمجز على الموضوع ده.